تعبان، اكيد كنت مطلع عين ام اللي جاب امه عشان كده برضه طلقك. ما هو مش هيطلقك من باب الطاق كده يعني. انا المديره مسكتها وكانت في الكلب كانت هتموت، بعمل ايه؟ انا عايز اخلص من مراته دي الجديده ديت اللي هو جوزها عشان ارجع لجوزي لاني انا بحبه. كانت بتتكلم، حاولت تفكر 100 تفكير، تعمل ايه تعمل ايه. انا المتهمه بقتل زوج طليقها في الهرم بحقنه هيروين. طبعا تفاصيل القضيه ديت يا جماعه كانت قضيه جامده جدا جدا، هزت شارع الهرم كله بسبب الحكايه اللي حصلت، اللي هي واحده كانت متجوزه واحد وانفصلوا عن بعض، وجوزها راح اتجوز واحده ثانيه بعد ما انفصلوا، حاولت ترجع لجوزها ده تاني، تحاول ترجع له مره واثنين وثلاثه، جوزها طبعا ارتاح مع الثانيه، قال لها لا خلاص انا الثانيه مريحاني وكويسه وزي الفل معايا وزي العسل و24 قيراط ومريحاني يعني، فانا مش هطلقها وارجع تاني لوجع الدماغ دوت، فخلاص انت تعيشي في حالك وانا اعيش في حالي وكل واحد في حاله. قالت له انا بس بحبك وانا مش عارف، قال لها لا خلاص انت تعيشي في حالك وانا في حالي، انا دلوقتي مراتي الثانيه دي انا بحبها ومرتاح لها وعايز اعيش معاها الحمد لله وبسطاني وزي الفل معايا، فانت في حالك وانا في حالي. طبعا الغيره مسكتها وكانت هتتجنن وكانت هتموت، طب اعمل ايه؟ انا عايز اخلص من مراته دي الجديده ديت اللي هو اتجوزها عشان ارجع لجوزي تاني لاني انا بحبه. كانت هتتجنن، حاولت تفكر 100 تفكير، تعمل ايه تعمل ايه، ما لقيتش غير حل واحد، سواق تاكسي اقترحت عليه الموضوع، قال لها انا هخلصك منها وتديني مبلغ كذا او يحصل بيننا وبين كذا، يعني عامه اتفقت مع سواق التاكسي دوت ان هي هم يخلصوا من مراته الاولى. طبعا لبسوا نقاب هما الاثنين وطلعوا على الشقه عشان طبعا الكاميرات وهم طالعين وهم نازلين ما تصورهمش، لبسوا نقاب وجابت حقنه هيروين وضربتها في رقبتها ونزلوا تاني على طول. وطبعا هم فكروا ان لما يلبسوا نقاب ويمشوا والكلام ده كله ان الحكومه مش هتعرف تجيبها او المباحث مش هتعرف توصل لها. طبعا بعديها على طول اكتشفوا في شارع الهرم ان في قتيله في الهرم، هقرا لكم القصه كامله اهوت. قرر قاضي المعارضات بمحكمه جنوب الجيزه استمرار حبس المتهمه وشاركها 15 يوم على ذمه التحقيقات لاتهامهم بقتل زوج طليقها بحقنه هيروين في الهرم. واعترفت المتهمه امام جهات التحقيقات انها انفصلت بالطلاق عن زوجها وكان لديها رغبه في العوده اليه ولكنه رفض مع اشعال نار الغيره في صدرها فاستعانت بصديق طليقها. يعني صديق طليقها يعني هو اللي هو عمل كده ده سواق التاكسي كان صديق طليقها اللي هو كان متجوزها او جوزها اللي هي كانت عايز ترجع له تاني. كان صديقها يعني. هو شغال سائق في ارتكاب جريمتها والتخلص من زوجته انتقاما منه بسبب الغيره. وكشفت التحقيقات ان المتهمه استعانت بصديق طليقها للتخلص من زوجها من زوج طليقها بسبب عدم عوده طليقها لها مما اشعل نار الغيره فقررت التخلص منها. واضافت التحقيقات ان المتهمه وصديق طليقها ذهبوا لمسكن الضحيه وحقنوا المجني عليها بحقنه هيروين في رقبتها وعدم كشف جريمتهم ارتديا. واضافت التحقيقات ان المتهمه وصديقها طليقها ذهب لمسكن الضحيه وحقن المجني عليها بحقنه هيروين في رقبتها ولعدم كشف جريمتهم ارتدى النقاب اثناء خروجهم من المنزل. كان بلاغ وارد لضابط مباحث قسم شرطه الهرم من غرفه النجده بالعثور على جثه ربه المنزل عندها 27 سنه، والفحص تبين وجود جثه ربه منزل تبلغ من العمر 25 عام. بعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعه طليقه زوج المجني عليه وشخصين اخرين، كان في سواق تحت واقف وهم طلعوا ونزلوا ركبوا العربيه ومشوا على طول، يعني في شخص ثالث كمان. تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبمجادهم اعترفوا بارتكاب الواقعه. انا عايز تعليقاتكم على الموضوع ده، مهم جدا جدا جدا، وتقول الست ديت والسواق دوت جزاتهم ايه؟ يعني هو الحكم المفروض ياخدوه اعدام كم مره؟ يعني هو معروف ان هم ياخدوا اعدام، بس كم مره؟ يعني كم مره يعتموهم دول؟ يعني الدرجه ديت الوحشيه واخداكي ان انت تروحي تموتيها؟ طب انت كنت عايشه معاه في امان، اكيد كنت مطلعه عين ام اللي جاب امه عشان كده برضو طلقك. ما هو مش هيطلقك من باب الطاق كده يعني، وسابك من باب الطاق يعني. حتى جارنتك اللي انت عملتيها رحت موتتي مراته الثانيه ثبتت ان انت فعلا تستاهل ان انت ما ترجعلهوش، يعني اللي انت عملتيه ده بيثبت لنفسك قدام نفسك انك ما ترجعلوش. انت جبروت، منك لله يا شيخه روحي. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا متابعه فولو على قناه هاني على التيك توك. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام عليكم.